احنا هنا يا جماعة في السوق المصري، مش عارفة ليه سموه السوق المصري. هاي هاو ار يو؟ توداي جود؟ المصريين ده كله حاجات تركي، الخضار المجفف، الذهب هنا في تركيا يا جماعة أقصى حاجة عيار 14، مفيش 20 21 24 زينا. أنا بحب الحاجات دي جدا. الأطباق اللي هي المزخرفة دي بتعجبني أوي، خاصة في السلطة في الأبيتايزر بتبقى حلوة جدا. ودي الجبن، بصراحة الجبن هنا في تركيا حلوة جدا جدا. الدهب هنا زي ما قلنا عيار 14، بس اشكال حلوة. يعني دي شكل قديم او فكرني بسلاسل ماما زمان. والدراي فروتس والبلح والكلام ده كله. عاجبني فكرة البراد في تركيا، لازم البراد يبقى صفين كده، المية المغلية بتبقى فوق والشعلة بتبقى تحت عشان يفضل المية سخنة طول الوقت. او بيعملوا شاي براد فيه مية والتاني فيه شاي. Thank you. Thank you. هذا اللي تعب كيف الشنط هنا. الدنيا بتشتي جامد يا جماعة، واحنا مش عاملين نفسنا، عاملين حسابنا في اللبس، فجبنا اللي هو الكيس اللي هو شبه البلف والشمع ده. Bir daha hanım yersin.